هلا هو سؤال هيدا بده مثل محاضرة طويلة عديدة، واحد لا يحكي شو السينما هلا بلبنان. احلى شيء لإلي بلبنيز فيلم اندستري بلبنان انه ما حدا منا عم يشتغلها ليعمل ملايين او وات ايفر، يعني هي قصة شغف من جوا، لانه كل حدا عم يعمل سينما بهالبلد هي ستراجلينج. فينا نقول انه نحن بثوره سينمائيه على صعيد الكاليتي، على صعيد انه تروح الافلام لمهرجانات وتاخذ جوائز وتنافس اهم الافلام برا. نحن بالخطى الصحيحه. شغله كثير ايجابيه انه يكون في صناعه سينما، يعني بتحس انه صار في ايمان بالسينما، صار في منتجين عم بيحطوا مصاري لينعمل فيلم سينما. وصلنا لمرحله عم نعمل افلام اكثر، مش كلهم عم بيكونوا منيح، بس المنيح بالخبريه انه الافلام اللي عم نعملها عم تخلينا نعمل اكسبيرينس من وراها وتخلينا نصير افضل بالافلام الثانيه. اكيد انه السينما اللبنانيه عم تتطور كثير يعني، وبعرف هذا الشيء من كميه الافلام اللي عم تنعمل بالسنه. هالمخرجين اللبنانيين صاروا عم بيحسوا انه في حاجه ليعملوا اذا بدك جهد اكبر لحتى يكونوا على المستوى العالمي كله. Honestly بعتقد هلا انه بلشنا ب like a new era انا بالنسبه لي for Lebanese cinema. Le cinéma libanais en France, je trouve il est vraiment considéré comme un cinéma très fin, un cinéma d'auteur. Et ça fait assez rêver pour les comédiens français de travailler dans des films orientaux. Et le Liban est considéré comme le meilleur peut-être pays pour faire ça, des grands films. L'هدف أكتر إنك تعمل أفلام تبين نحنا، تبيننا على حقيقتنا، نعرف مين نحنا، نحنا عم نعمل أفلام لشو، مشان لحتى نخبر شو. بدنا نخبر حالنا، بدنا نخبر قصصنا، بدنا نخبر مشاكلنا، بدنا نخبر حياتنا، بدنا نخبر الاشياء اللي بتخلينا نكون مبسوطين، بدنا نخبر الاشياء اللي بنحبها. يعني كل حدا عم بيجرب يعمل فيلم، كان ممثلين مخرجين او منتجين، طريق ما ابدا منا هينه، كثير كثير صعبه، بس شغفهم وحبهم لهالمهنه من قلبهم من جوا هو اللي عم بيخليهم يعملوا سينما.